مثل ما بنعرف لبنان دائما مواكب التطور بالضمان التجميلي، وهذا الشيء نوجد بديك سنة ترماكير. عم بحكي عن تطور، عم بحكي عن تجميل، عم بحكي عن مركز طبي تجميلي مقسوم لعدة أقسام. نهتم بالبشرة، بالجسم، وكل السيرفيسز اللي أنا بقدمها كطبيب أمراض جلدية وتجميل. للمواعيد الرجاء الاتصال على الرقم 03-14-14-15. لا نعرف أكثر مع دكتور أسامة عياد. صباح الخير دكتور أسامة. صباح الخير. كيفك؟ كثير منيح. ماشي الحال؟ يعني دائما متابعين أخبار دي كلينيك وقديه هيك عم تعملوا أشياء جديدة وحلوة وآخر تقنيات موجودة بعالم التجميل موجودة عندكم. خبرنا صح. شوي عن دي كلينيك وشو صار هيدا المركز بيحتوي. أوكي. دي كلينيك درماكير هو مركز طبي تجميلي مقسوم تحديدا لثلاث أقسام. القسم الأول هو قسم الليزر، إن كان عم نحكي عن ليزر هير ريموفل أو عن تاتو ريموفل بالإضافة للكربون ليزر. نعم. الكربون ليزر هي عبارة عن ماشين بنحط نحن كربون بتعطي هي ضربات حرارة، هول الضربات بيلعبوا دور بتفتيح لون البشرة. القسم الثاني هو قسم التنحيف الفيلا شيب. الفيلا شيب هي عبارة عن مكنة بتعمل كونتورينج للبادي، كثير حلوة هلا فترة الصيفية، الأشخاص اللي حابين هني دائما بيعملوا سبور بس حابين يعملوا ريشيبينج للبادي تخلصوا من السلوليت، هون بتلعب دور الفيلا. القسم الثالث هو القسم اللي انا بقدمه كطبيب امراض جلديه وتجميل. نعم. هلا بالعاده اي شخص كان بده يعرف وجهه لشو بحاجه كان يلجا عن طبيب يقول له اطلع فيي انا لشو بحاجه. عندنا اختلف الموضوع، نحن واكبنا التطور بهذا الدومين، دومين الكونسلتيشن تحديدا. وهلا خبريه كمان حلوه، الاشخاص اللي عم تحضرنا حيطلع لهم فري كونسلتيشن. كيف بتكون الكونسلتيشن؟ هي عباره عن ماشين اسمها سكن انالايزر. في نعرض كمان فيديو هلا سكن انالايزر. نعم هلا بيقطع الفيديو عن الماشين اللي موجوده بدي كلينيك. السكن انالايزر هي مكنه بتاخذ صور للوجه، بتاخذ 3 دي صور 3 دي بتفرجينا كل المشاكل الموجوده بالبشره وحتى اللي تحت البشره. اللي هي اهم شيء لانه نحن البشره بنشوفها من برا بس اوقات كثير بيكون في مشاكل جوا البشره. صح. وهيدي التكنيك بعتقد بتخليك تعرف حتى بعد وقت شو الاشياء اللي رح تبين على الوجه. صح مزبوط. بتعطينا كمان لقدام شو حيصير اذا بنهمل حالنا، كيف حنلاقي نتيجه. هي بتخبرنا نحن لشو بحاجه. مثلا تنعطي اكزامبل، مثلا عملنا المشين شفنا في عندنا مثل زيوح فوق، هول الزيوح ببينوا عنه الفاين لاينز، هول مع تقدم بالعمر اول شيء نحن بيظهروا عنا. يعني صار لازم نعمل بوتوكس. اذا المكنه ما فرجتنا انه عندنا زيوح يعني احنا فينا ناجل بوتوكس. بتعرف الاشخاص ما بتعرف تقول انه صار لازم اعمل بوتوكس، مثلا لازم اعمل بوتوكس اي عمر، ما بيعرف اي عمر لازم يبلش. وفي عالم بتخاف انه ما بدها تبلش على عمر صغير بالوقت اللي هو منه مرتبط بالعمر. في بشرات يمكن انواع بشرات اكثر العضله هي انه نحن هول اكسبرشن تبع العضلات، فنحن بدنا العضله نخفف لها حركه العضله حتى ما تترك علم، لانه اذا تركت علم مع الوقت صارت العلامات موجوده نحن وقاعدين بنصير مضطرين نعبيهم فيلر. فنحن دائما بنلجا كبريفنشن بلش بعمر اصغر او اول ما تبلش تبينوا هالتجاعيد، فالماشين هي بتفرجينا اياهم وين موجودين. حلو. هلا بس نعمل بوتوكس، نحن بنحكي بوتوكس بطريقه مرتبه، لو بعمره كان البوتوكس انه حاجه بعلى من حاجه بشيء غلط، لا. صح. البوتوكس بنعمل بيرفكت. الطريقه اللي بتنعمل فيها البوتوكس هو كل شخص شكل، مش نفس السيستم لكل العالم. نلحق العضله بنشوف العضله كيف عم تتحرك وعلى اساسها نحن بنحدد دوز البوتوكس كيف بدنا نعمل بوتوكس. وكمان حسب الوجه. صح دكتور؟ طبعا حسب الوجه. يعني هالقد مهم الوجه. اليوم الحكيم يكون عنده نظره معينه لانه في ناس بيلبق لهم الحاجب العالي، في ناس بالعكس احلى انه يتوطى مع البوتوكس. طبعا لانه كمان امرار في عندنا هيدي بس يطلع رقم 7 هون، هيدي كثير بشعه. بدنا ناتشر، نحن بدنا شيء طبيعي شيء ناتشرال. نحن بس نحكي عن تجميل، نحكي اكثر عن ترتيب. نحن ما بدنا نغير بالفور، نحن بدنا نرتب نحسن. بتعرف المراه اللبنانيه والرجل اللبناني دائما بيبين باحلى مظهر، بحب الترتيب، بيهتموا بحالهم. نعم. فهون نحن دورنا ما بنغير بالشكل، بنرتب ترتيبه حلوه. هلا البوتوكس ما قلتي كمان بيعطي فتحه للحاجب، بس نعمل بوتوكس بهالمنطقه هون نحن عندنا الاوربيتيكاليس مسل، فبتفتح العين بتعطينا بوش هيكه حلوه للحاجب. هلا في اشخاص بحبوا يرفعوا اكثر الحاجب، نحن هون ساعتها بنلجأ للفيلر، بس يتعبى الفيلر بمنطقة فوق الحاجب، بهالطريقة بيعطينا مثل دعم للحاجب مع رفعة حلوة. أوكي. أشخاص اللي عندهم هبوط قوي بالحاجب هون بيجي دور الخيطان، الخيطان بيتنزلوا من فورة فربة الرأس حتى يعطونا رفعة، هيدي بس إنه كيس الأشخاص اللي عندهم هبوط قوي بالحاجب. اوكي خلينا نحكي شوي عن الخيوط لانه هلا عم تعتمدها كثير دكتور. نعم. اسامه بدي كلينيك وعم بتكون يمكن نتيجتها حلوه اول شيء للعمر الاكبر يمكن بداينه شوي اكثر من البوتوكس. صح. خبرنا شوي
شو هن نوع الخيوط؟ مين بتنصح انه يعمل خيوط؟ نحن دائما بس بدنا نشد الويست بطريقه مرتبه، يعني بنحكي بنعمل ليفتنج للفيس، بنلجا للفيلر نعمل ليفتنج للفيس. بس في اشخاص ما بيلبق للفيلر. ليش ما بيلبق للفيلر؟ لانه في اشخاص ما فيها تعرض بوجهها، ما فينا نحط فيلر ولا نشد الوجه، ما فينا نحط فيلر حتى نشد الجو. هون بيجي دور الخيطان، الخيطان بيعملوا ليفتنج للفيس من دون ما يزيدوا فوليوم بالوجه. نعم. هون الخيطان هن عباره عن بي دي او، بي دي او مع التطور بالطب كان من قبل يستعملوا خيطان ما بتدوب، هلا الخيطان صارت كومبليتلي بتدوب، تاخذ لحدود السنه ونص لتدوب، يعني بتعطينا ليفتنج كثير حلو لفتره سنه يعني ونص. يعني بداينه لسنه ونص تقريبا. بداينه لسنه ونص، ونحن دائما بالقطاع التجميلي لازم نلجا لاشياء بتدوب، مش اشياء لمدى الحياه، تبين مع الدراسات على انه كل شيء عم نعمله بيرمننت، هذا عم بيواجهنا مشاكل لقدام، بس كل شيء عم بنعمل مؤقتا، هيدا عم بيعطينا مثل لوك حلو لفتره معينه، وهذا الشيء نحن دائما نلجا له. الخيطان بتعطي هي نتيجة فورية، بنشوف نحن شدة، والحلو فيها انه بتتحسن مع الوقت. ما فيها وجع، فيها وجع؟ لا، هي بنج موضعي صح؟ فيها بنج من انتري بوينت ومن جوا، كمان نرفع طرف الحاجب، حتى عم نلجأ للخيطان حتى ندب الدبل تشين الاشخاص اللي عندهم دبل تشين. الاشخاص اللي مناسب لهم الخيطان هن الاشخاص اللي عندهم فات، بس ما يكون عنده فات الجلد رقيق او ما عندنا فات، هو اللي لا ما بنلجأ للخيطان لانه الخيط لازم يلقط على شيء. فهون الفات هو اللي لازم نحن نحدده. يعني الوجه الضعيف او صح. اللي ما فيه فات افضل ما ينعمل خيطان، لانه ممكن كمان انه هون يمكن في كثير اشخاص بيقولوا عملنا خيطان وصار عندنا تدرج بالجلده، بكون لانه نعم، هي لأنه الجلد ما في فات ليلقط عليه الجلده، مثل ما قلت الجلد كثير رقيقه، والخيطان اللي صرنا نستعملها هي خيطان بتجي لونها شفاف. شو يعني لونها شفاف؟ يعني مستحيل تلالي، ما بتبين كزيح، بتكون ديب ما بتعطينا شد كثير حلوه. نعم. الأكثر شيء مثل ما قلت لك الأشخاص اللي حابين يعملوا شد وجه من دون ما يعرضوا وجههم نقول لهم لجأوا للخيطان، وحتى في عنا مكانات نحن بنلجأ لها لشد الوجه إن كان مورفوز، بس هولي كلهم نحن بنعملهم بفترة الشتوية، الصيفية كومبليتلي ممنوع، فالخيطان بتعطينا مثل دفعة لها، بتعطينا بوش، بتعطينا مثل بيس لحتى نبلش فيه نحن بالمكنة بعدين. هو ممنوع للأشخاص اللي بيتعرضوا للشمس صح؟ يفضل حتى ما نعمل اي شيء اريتيشن للوجه، حتى ما يبين في عنا تصبغات للوجه، بنلجل كل شيء ليزر شيء لاول شتوي. هلا بالنهايه السكن انلايزر هي بتفرجينا نسبه تصبغات. فينا نشوف الفيديو؟ خلينا نقطع الفيديو تبع السكن. اوكي عم نشوفه. هي سكن انلايزر هيدي. نعم، هي بتعطي نسبه تصبغات، وعلى اساسها نحن بنحدد اذا انت قادر تعمل شيء بروسيجر بالصيفيه ولا لا، لانه هدف نحن ما نعمل بروسيجر بالصيفيه شيء اريتيشن للوجه، لانه معقوله تظهر تصبغات اللي تحت الجلدي. اوكي. فالمكنه بتقول لنا قديش في عندنا تصبغات تحت الجلدي، اذا قادرين نعمل ولا مش قادرين نعمل. حلو. وفي كمان منطقه تحت العين، هذه كثير بتحير العالم، ما بتعرف انا شو عندي طيب تحت العين، ليش عندي هالسواد ان كان لون جلدي اسود او عندي جوره تحت العين، هلت صح، الهلت السود، او في عندي انا مثل شرايين. هون دور المكنه هي بتحدد لنا اذا اعطتنا في تصبغات تحت البش تحت العين، يعني الجلدي لونه اسود. هون نحن بنلجا لكريمات تفتيح او لشيء اسرع هو ميزو لتفتيح لون البشره. مفهوم الميزو شو هو؟ انه انا عملت اوبر كانه حطيت كريم لفتره 6 اشهر بجلسه واحده، بتكون اسرع نتيجه وبفوتوا اغمق صح؟ بفوتوا اغمق، كانه مثل اعطينا بوست لهم، هو لانه الميلانين هي اللي بتلعب دور باللون. نعم. في اشخاص في عندهم جوره تحت العين، هون بيجي دور الفيلر. بس نحكي فيلر تحت العين بنحكي على اخف وارق نوع فيلر. ممنوع الفيلر تحت العين يبين، ممنوع الفيلر تحت العين يكبتل، لانه بيكون كثير كثير لايت. هون الدور الطبيب نقل نوع الفيلر الخاص لهالمنطقه. ما فينا نحط فيلر الخدود تحت العين بيجي قاسي، ما فينا نحط فيلر الشفاف تحت العيون بيجي قاسي. نعم. يعني هون كرمال هيك دكتور اسامه دائما بنقول للسيدات انه يعرفوا وين يتوجهوا على اي مركز تجميلي، لانه اليوم مزبوط في كثير مراكز تجميل، بس اهم شيء انه يكون الحكيم عنده ضمير وعنده نظره، وهذا الشيء كله موجود بديك كلينك. انا بدي اتشكر وجودك معنا، وان شاء الله بتكون معنا دائما بحلقات. شكرا كثير لك.